مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الجو هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر رطب على السواحل الشمالية. أما بالليل فالجو هيكون معتدل على كل الأنحاء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، والبداية كالعادة هتكون من محافظة القاهرة. العظمى في القاهرة بتسجل 37 والصغرى بتسجل 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى بتسجل 23، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 23، سيوة العظمى 39 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 32 والصغرى بتسجل 23، دمياط العظمى كمان 32 والصغرى بتسجل 23، الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى بتسجل 23، السويس العظمى 37 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى بتسجل 24، سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 17، طابا العظمى 35 والصغرى 24، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، الغردقة العظمى كمان 39 والصغرى بتسجل 28، الفيوم العظمى 37 والصغرى 24، بني سويف العظمى 37 والصغرى بتسجل 24، المنيا كمان العظمى 37 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط العظمى 38 والصغرى 25، سوهاج العظمى 39 والصغرى 26، قنا العظمى 40 والصغرى 26، الأقصر العظمى كمان 40 والصغرى 27، أسوان العظمى 41 والصغرى 28، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 27، شلاتين العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لمصطفى وبسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا. شكرا لك يا ليندا.